إنه السلاح الوحيد لفتح ممرات للتقدم باتجاه المدينة القديمة. فمن تبقى من مقاتلي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية يستميتون في الدفاع عن قلب معقلهم في الموصل بعد حصارهم من قبل القوات العراقية. رافقنا قوات الرد السريع في جولة على محاور القتال المتقدمة. المنطقة خطيرة جدا، حذرنا الرائد حسين هاشم قبل الوصول. حاليا هسه هذا الشارع بقناص، وهسه هذا راح تتم معالجته من قبل قناصين فرقة الرد السريع. هسه احنا رايحين للخطوط الصد الأمامية اللي هي بالتماس مع العدو. هذه أبعد نقطة مواجهة يمكن الوصول إليها. طلب منا دخول أحد المباني خشية من قذائف الهواء. يتيح هذا المكان إطلالة نادرة على قلب المدينة القديمة. من جامع النور الكبير في هذا الحي ظهر أبو بكر البغدادي معلنا إقامة الدولة الإسلامية ونصب نفسه خليفة. هذه هي المنارة الحدباء في قلب المدينة القديمة في الموصل. نحن نقف الآن على مشارف هذه في منطقة تعرف بسوق الأربعاء، حيث استطاعت قوات الرد السريع استعادة السيطرة عليها بالأمس. المسافة من هنا إلى المنارة قصيرة بعض الشيء، ولكن اجتيازها يبدو صعبا جدا. يعتقد أن مقاتلين نخبة من تنظيم الدولة يتحصنون في هذه المنطقة. سقوطها يحمل رمزية كبرى بإنهاء دولة الخلافة. تقترب معركة الموصل من نهايتها. هاك بويا. فالتنظيم بات محاصرا في بضعة أحياء غربي المدينة. حاليا نحن نقف قرب أو داخل منطقة سوق الأربعاء، حيث استطاعت فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية يوم أمس من تحريرها من داعش الإرهابي. وحاليا نحن أمام الجسر العتيق، أقدم جسر في منطقة في محافظة الموصل، وإن شاء الله قواتنا زاحفة، قوات فرقة الرد السريع زاحفة إلى الموصل القديمة إن شاء الله. أرسل ياسين أرسل. ثمة خشية كبيرة من العربات المفخخة التي يرسلها التنظيم. إنها سلاحه الأمضى الذي كبد القوات العراقية خسائر فادحة منذ بدأت العمليات القتالية لطرد التنظيم من المدينة في أكتوبر 21 الماضي. أنظمة اتصال متطورة يعتقد أنها كانت تستخدم من قبل التنظيم للتنصت على اتصالات الجيش العراقي تم العثور عليها في إحدى مقارهم. يعتقد أنهم غنموها من مقرات الجيش بعد فراره من الموصل قبل عامين ونصف. هذه أجهزة مهمة جدا في الاتصال العسكري، وهي نوع هارس من أحدث المنظومات التي تستخدم في الاتصالات العسكرية. أمريكية الصنع. بناء على معلومات استخبارية من أحد مصادرنا في الاستخبارات، بالاستدلال على ما تسمى بالمضافة الاتصالات أو مقر الاتصالات لتنظيم داعش. عاد العلم العراقي ليرفرف على غالبية أنحاء الموصل، لكن الجراحة التي خلفتها العملية لا يتوقع أن تلتئم سريعا. فراس كيداني، بي بي سي، غربي الموصل.